السلام عليكم ورحمة الله. خلصنا الحمد لله الـ support implant، الـ physiological support والـ structural support. النهاردة هنتكلم بقى عن الـ support in man. الـ support in man بنشوفها فين؟ بنشوفها في الـ skeletal system. طيب الـ skeletal system بيتكون من ايه؟ بيتكون من skeleton، يعني مجموعة البونز اللي مترتبة ومتصلة قدامك بشكل مستقيم كده، بشكل إلهي عظيم سبحان الله. اللي قدامنا ده بس بنسميه السكالتونز اللي هي البونز. والسكالتون أو البونز دي لازم يكون معها إيه؟ كارتيليج، غضاريف. موجودة in most of bones، في معظم الأماكن، يعني بنلاقيها مثلا بين الفيرتيبرا of vertebral column، بين الفقرات بتاعة العمود الفقري لازم يكون cartilage غضاريف علشان تمنع الفريكشن الاحتكاك. يبقى الكارتليج دي موجودة في معظم بين البونز، زي بين الفيرتيبرا بتاعة الفيرتيبرال كولوم، وأماكن تانية برضو في السكيلتون بنلاقي فيها كارتيليج دي عشان تمنع الفراكشن أو الاحتكاك. لازم كمان يكون السكيلتون ده معاه جوينت، مفاصل. تخيل نفسك كده من غير الني جوينت أو الالبو جوينت. المفاصل دي بتساعد أو فاسيليتيت موفمنت، بتساعد الحركة in different direction، في اتجاهات مختلفة. لو انت من غير المفاصل دي ينفع؟ ما ينفعش. لازم كمان يكون معانا او السكيلتون يكون associated with ligaments. يعني ايه ligaments؟ ligaments يعني اربطة، يعني لازم يكون في رباط يربط البونز دي مع بعض، رباط يربط الفيمر بون عظمة الفخذ مع الشانك بونز، صح؟ وإلا ما ينفعش. لازم يكون في ligaments تربط السكيلتون او البونز دي مع بعض. تندنز او طار. الوتر عبارة عن ايه؟ عبارة عن نسيج كده يربط البون، هو اشبه بالligaments، يعني هو نسيج شبه الligaments بس مختلف شوية في خواصه. انا عارف الفرق بين الاتنين قدام. التندن ده حاجة كده بتربط البون بالمصل اللي عليها، بنسميه تندن او وتر. يعني تخيل كده المفروض هنا يكون في مصل، صح كده؟ هنا المفروض في مصل، سكيلتال مصل. السكيلتال مصل دي لازم علشان لازم تكون متصلة بالبون العظمة اللي هي عليها بتندن او وتر. فالحركة تحصل ازاي؟ المصل تعمل contraction، تنقبض، بعدين تشد البون اللي عليها، تشدها زي بالتندن الوتر، تقوم العظمة تتحرك. يبقى السكيلتون لازم يكون معاه ايه؟ كارتيليج، جوينتس، ليجمنتس، تندنس. فبنسمي كل ده السكيلتال سيستم، الجهاز الهيكلي، او اللي هي بقى السبورت ان مان. ان شاء الله هندرس ده ونحاول نخلص السكيلتون النهارده. طيب هنتكلم دلوقتي عن السكيلتون. كم بونز يا جماعة؟ لما عدناهم لقيناهم 206 بونز. 206 بونز، ما تنساش الرقم ده. عندنا 206 عظمة في السكيلتون بتاعنا، بيتكون من 206. طيب السكيلتون بيتكون من ايه؟ السكيلتون الهيكل اللي هي البونز، هندرس بقى البونز بس، هنقسمها لتو بارتس. اكسيال سكيلتون. ليه بقول اكسيال؟ علشان لما اعمل اكسس محور كده هعدي على مين؟ قول لي يلا. هعدي على سكال، فيرتيبرال كولوم، صح، العمود الفقري، ثوراسيك كيج، ثوراسيك كيج القفص الصدري، يبقى ده الاكسيال بتاعي. وعندنا نوع تاني الابنديكولر، اللي هي بقى البونز اللي بتخرج من الاكسيال الطرفيه. هشوف ايه؟ الابر لمبس، الاطراف الاماميه. طيب الابر لمبس هتتصل ازاي؟ مش لازم تكون متصله الابر لمبس، بص كده، الابر لمبس الاطراف الاماميه مش لازم تكون متصله بالاكسيال سكيلتون. هتتصل بالاكسيال سكيلتون ازاي؟ عن طريق البيكتورال جيردل، الحزام الكتفي، بيكتورال جيردل. نفس الكلام
الابنديكولار سكيلتون هنتكلم عن اللور لمبس الاطراف الاماميه. طب الاطراف الاماميه بص متصله بالاكسيال سكيلتون بايه؟ بالبلفيك جيردل. يبقى انا عندي الابنديكولار الابر لمبس والبكتورال جيردل الحزام الكتفي اللور لمبس والبلفيك جيردل. يبقى ما تنساش السكيلتون عندنا بيتكون من تو مين بورتس، اكسيال سكيلتون المحوري والابنديكولار الطرفي اللي بتخرج من الاكسيال. سؤال مهم جدا اكسبلين، بيسالك اكسبلين ازاي، تشرح له ان الفيرتيبرال كولومن كونسيدرد is considered axis of skeleton، هو محور السكيلتون. تعال نبص زي ما انت شايف هنا الفيرتيبرال كولوم متصل بكل اجزاء السكيلتون ازاي. الابر بارت من الفيرتيبرال كولوم كونكتد متصل بمين؟ بالسكال. الثوراسيك ريجون منطقه الموجوده المنطقه اللي موجوده في الثوراسيك من الفيرتيبرال كولوم متصله بايه؟ بص اهو ده جزء اللي موجود في منطقه الثوراسيك ريجون من الفيرتيبرال كولوم متصل بمين؟ متصل بالريبس الضلوع، يعني متصل بالثوراسيك كيج. الثوراسيك كيج اللي متصل بمين؟ بالابر لمبس عن طريق البكتورال جيردل حزام الكتف. بص متصل بكل حاجه، مش بس كده الفيرتيبرال كولوم كونكتد بمين؟ كمان باللور لمبس عن طريق مين؟ البلفيك جيردل. يبقى شفنا ازاي ان الفيرتيبرال كولومن اكسس المحور اللي متصله بيه كل اجزاء السكيلتون بتجاوب بتقول 1 2 3. وهي في الصوره دي واضحه جدا، بوضح لك هنا اتصال الفيرتيبرال كولومن بالثوراتيك كيج القفص الصدري، واتصال الثوراسيك كيج القفص الصدري بالابر لمبس عن طريق ايه؟ البكتورال جيردل الحزام الكتف. يبقى عندنا الفيرتيبرال كولوم كونكتد بكل حاجه، متصل بكل حاجه، متصل بالثوراسيك كيج والثوراسيك كيج متصل بالابر لمبس عن طريق البكتورال جيردل. زي ما قلت لكم هنتكلم النهارده عن السكيلتون بس، البونز او العظام. هنبتدي في الاكسيال سكيلتون المحوري، واول حاجه في المحوري هندرس الفيرتيبرال كولوم بيتكون من كام فيرتيبراي. فيرتيبراي فقرات 33 فيرتيبراي، هنقسمهم ل 5 ريجونز خمس مناطق. اول منطقه هي منطقه السيرفيكال، يعني مجموعه الفيرتيبراي او الفقرات دي موجوده في العنق، العنق الرقبه، وعددهم من 1 ل 7 موجودين في العنق. المنطقه الثانيه الثوراسيك فيرتيبراي وعددهم 12، ودول ترتيبهم من 8 ل 19. الفيرتيبرا نمبر 8، الفيرتيبرا فقره واحده، فيرتيبراي يعني فقرات، تمام. فالريجن الثانيه او المنطقه الثانيه هي مجموعه الفيرتيبراي اللي موجوده في منطقه الثوراسيك وعددهم 12 وترتيبهم من الفيرتيبرا نمبر 8 للفيرتيبرا نمبر 19، ودول شكلهم. شايف طبعا التدرج في الحجم، اصغر بعدين اكبر بعدين اكبر، اخر واحده هي اكبر واحده فيهم، متصلين طبعا بالريبس وموجودين في منطقه الصدر. الريجن الثالثه او المنطقه الثالثه هي اللامبر ريجن، وعدد الفيرتيبراي 5، ترتيبهم بقى من 20 ل 24. المنطقة الرابعة هي الساكرل، الساكرل وعددهم 5 vertebrae وترتيبهم من 25 ل 29. آخر منطقة اللي هي منطقة نمبر 5 عدد الvertebrae أو الفقرات 4، بنسميهم coccygeal، coccygeal صغيرين قوي وملتحمين، وعددهم من 30
او ترتيبهم، عددهم 4، ترتيبهم بقى ال vertebra number 30 لحد ال vertebra number 33. وهنا بنتكلم عن الفروق بين ال vertebrae of vertebral column، الفروق بين الفقرات بتاعه ال vertebral column. يعني مثلا احنا قلنا ال cervical اللي موجوده في منطقه العنق بقول عليها articulating، متمفصله. متمفصلة ليه؟ عشان تساعدك تحرك رقبتك شمال ويمين. متمفصلة articulating يعني بتكون بالشكل ده، ده معنى ان الvertebrae الفقرات متمفصلة، بتسمح في هنا joint او مفاصل، ده اسمه joint، نوع من الجوينت او المفاصل بيسمح للحركة في اتجاهات محددة. وطبعا بالنسبة للسايز moderate in size، بيكون المقاسها متوسط. البعديها على طول الثوراسيك vertebrae بتكون articulating برضو، يعني بيكون شكلها كده برضو متمفصلة، يعني في بينها joints أو مفاصل بتسمح بحركة الvertebral column أو حركة الفقرات دي. يبقى articulating يعني إيه؟ بتسمح بالحركة عشان في بينها joints أو مفاصل. والسايز بتكون أكبر من cervical، larger من cervical، أكبر من الفقرات اللي فوقيها عشان اللي فوقيها تبات عليها أو تبقى مرتكزة عليها مرتاحة. فهنا الأكبر، هنا الأصغر. تمام. ال vertebrae اللمبر اللي موجودة في منطقة اللمبر برضو articulating. largest of all vertebrae يعني أكبر الفقرات اللي في العمود الفقري كلها موجودة في منطقة اللمبر. تمام. يبقى اللمبر هو أكبر حاجة، الأقل على طول الثراتيك، الأقل من الثراسيك السيرفيكال. يبقى أكبر الفيرتيبراي اللي موجودة فين؟ في منطقة اللمبر. هنيجي بعد كده، يبقى اتفقنا الثري جروبس دولت، اول ثلاث مجموعات السيرفيكال والثراسيك واللمبر بيكونوا articulating متمفصلين. طيب هاجي للمجموعه الفيرتيبراي اللي موجوده او اللي بنسميها الساكرال، بتكون فلات، هوريها لك دلوقتي، برود اند فيود، بتكون مندمجه مع بعض. شايف؟ يعني بيكون شكلها كده، هي دي شكل ليها، وبتكون متصلة بايه؟ بالبلفيك جيردل. هي دي الفيرتيبري الفيوزد. يبقى الشكل ده للفيرتيبري فيوزد، ملتحمة، اما الشكل ده متمفصلة. هنا بتسمح بالحركة طبعا، اما هنا ما ينفعش يكون فيه موفمنت او حركة، فبقول عليها فلات زي ما باين قدامك، برود اند فيوزد، طبعا ما فيش حركة. أصغر بقى خالص الفيرتيبراي هي الموجودة في الآخر في منطقة أو اللي بنسميهم كوكسيجيل، وبتكون صغيرة جدا وفيوزد. هي ديت، دول اللي قدامنا دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن 4 vertebrae، أربع فقرات صغيرين وفيوزد. طبعا في حركة؟ لا، مادام قلت فيوزد مفيش حركة، يبقى الحركة بتكون فين؟ في الارتيكولاتينج فيرتيبري المتمفصلة، لكن الفيوزد دي مفيهاش حركة. وهنا بقى بنشوف الفيرتيبرال كولوم كله. عايز اوريك ده فينترال فيو، يعني لما ابص عليك كده من قدام، شكل امامي للفيرتيبرال كولوم. ده دورسال فيو، شكل الفيرتيبرال كولوم لما ابص عليك كده من الظهر. ده لاترال فيو للفيرتيبرال كولوم، منظر جانبي للعمود الفقري. وهنا طبعا شكل جايب لك هنا في كل ريجون كل فقره لوحدها على حده، لكن هنا طبعا الفيرتيبري الفقره دي فيوزد، فما ينفعش يفصلها كل فقره، يوريها لك هي فيوزد مندمجه كانها بون واحده. هنا بقى هقول لك نوت مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. بيسألني الفيرتيبرال كولوم بيتكون من كام فيرتيبري؟ قلت لي 33 وعرفنا خلاص. طيب الفيرتيبرال كولوم بيتكون من كام بوند، من كام عظمة؟ 26. ازاي يعني؟ كل فيرتيبرا، كل فقرة بعتبرها بون، عظمة مستقلة. يعني انا لما كلمتك عن السيرفيكال، الفقرات العنقيه، السيرفيكال فيرتيبراي الموجوده في منطقه العنق، عددهم كام؟ 7 فيرتيبراي، يعني 7 بونز. كل فقره منهم منفصله عن الثانيه،
فهعتبر كل فقرة منهم one bone. نفس الكلام عندنا كام vertebrae في منطقة الثوراك؟ عندنا 12 vertebrae، كل فقرة منها هعتبرها bone مستقلة، يعني عندي 12 bones. في منطقة اللمبر عندي كام؟ عندي 5 vertebrae يعني 5 bones. أما في منطقة آخر منطقة sacral region، مجموعة vertebrae الفايف دولت اللي هم من أول نمبر 25 لحد 29 هعتبرهم one bone، عظمة واحدة. ليه؟ لأنهم fused. نفس الكلام في منطقة الكوكسيجيال vertebrae اللي عددهم 4 من أول نمبر 30 لـ 33 هعتبرهم one bone لأنهم fused، مندمجين مع بعض. يبقى أنا عندي كم bones هتجمع الـ 7 vertebrae وال 12 vertebrae وال 5 plus one bone بس، هعتبر الفيوزد vertebrae اللي في منطقة الساكرال one bone، واللي في منطقة الكوكسيجيال one bone، العدد الكلي للبونز اللي بيتكون منها الفيرتيبرا كولوم 26. ما تنساش نوت مهمة قوي، وهنا بقى هاخد one vertebra فقرة واحدة من منطقة اللمبر ريجون وادرسها معاك بالتفصيل. اول حاجة بتلفت نظري هو السنترم، جسم الفقرة سنترم. ليه بيكون ثيك سميك كده؟ بترتكز عليه الفقرة اللي فوق وبشوفه واضح من الشكل الامامي. لما ببص على الفرتيبرا كولوم من الامام كده بشوف السنترم جسم الفقرة اول حاجة، فبقول anterior thick part. طيب بيلفت نظري حاجة كمان، رينج. دي اسمها ايه؟ دي اسمها spinal ring. طب ليه بقول spinal؟ لان بيدخل او بيمتد فيها او بيعدي منها مين؟ spinal cord. فالvertebrae الفقرات مع بعضها بنرتبها كده، هي يعني مترتبة بتكون canal، قناة اسمها spinal canal، بيمتد فيها ايه؟ spinal cord. يبقى من نفسك لازم تفهم لوحدك كده ان function of vertebral column وظيفته ايه بقى؟ هو protection، انه يحمي spinal cord اللي هو جزء اساسي او مهم من السنترال نيرفس سيستم. طيب بشوف ايه كمان؟ بشوف نيورال سباين. ليه بقول نيورال سباين؟ لان هي كونكتد بوستيريورلي، يعني ورا بقى مين؟ النيورال رينج، نيورال سباين. والنيورال سباين دي بتكون دايركتد داون وورد، والنيورال سباين الشوكة العصبية نيورال سباين اللي حددناها مع بعض، هلاحظ عليها حاجتين كده اسمهم، ركز معايا، اسمهم two posterior articulating processes. يعني بيخرج منهم two processes. process يعني عظمة صغيرة او بروز صغير قوي، بروز بيخرج من المنطقة دي. مين اللي شايلهم؟ النيورال سباين. articulating يعني عشان يتمفصلوا مع الفقرة اللي تحت. يبقى neural spine بتشيل two articulating processes علشان تتمفصل مع الفقرة اللي تحت. يبقى كل فقرة عندنا من منطقة اللمبر لازم المفروض انها بتتمفصل مع الفقرة اللي تحت. ازاي؟ عن طريق two posterior articulating processes. نتوقان بيتمفصلوا مع الفقرة اللي تحت. موجودين فين بالضبط؟ أنا حددتهم هنا، وبيبقوا موجودين على النيورال سباين. طيب الفقرة اللي قدامنا أو الفيرتيبرا دي تتمفصل إزاي مع الفقرة اللي فوق بقى؟ ما هي فقرات متفقين اللمبر كلها articulating متمفصلة. عندنا برضو two anterior articulating processes، دول اسمهم اللي انا حددتهم دولت anterior articulating processes، علشان نفس الفقرة تتمفصل مع مين؟ مع الفقرة اللي فوق. يبقى البوستيريور الفقرة بتتمفصل مع اللي تحت، الانتيريور نفس الفقرة دي لازم يكون عندها 2 two anterior articulating processes عشان تتمفصل مع اللي فوق. يبقى عندنا الفيرتيبرا الواحدة عندها كام articulating processes لغاية دلوقتي؟ 4. ولفت نظري طبعا كمان لسه two transverse processes، نتوقين كده جايين بالعرض.
بسميهم ترانسفيرس بروسيسز اتنين، والاتنين دول هم اللي شايلين الارتكيوليتنج او الانتيريور ارتكيوليتنج بروسيسز. يعني احنا اتفقنا هنا في تو انتيريور ارتكيوليتنج بروسيسز اتنين، علشان الفقرة دي تتمفصل مع الفقرة اللي فوق. التو انتيريور ارتكيوليتنج بروسيسز مين اللي كان شايلهم او مين اللي بيشيلهم؟ التو ترانسفيرس بروسيسز. التو ترانسفيرس بروسيسز كونكتد بمين؟ متصلة بمين؟ بالسنتروم او جسم الفقرة. يبقى هركز معاك، هرجع معاك بسرعة. احنا قلنا النيورال سباين بتشيل تو بوستيريور ارتكيوليتنج بروسيسز عشان الفقرة دي تتمفصل مع الفقرة اللي تحت، وعندنا تو ترانسفيرس بروسيسز نتوقين مستعرضين بيشيلوا تو انتيريور articulating processes علشان نفس الفقرة دي تتمفصل مع الفقرة اللي فوق. وما تنساش ال two transverse processes متصلة، نتوقين المستعرضين دول متصلين بالسنترم او جسم الفقرة. وهنا في الشكل ده بوريك النيورال سباين. شايف دي النيورال سباين بتكون directed downward، يعني لتحت كده، متجهة لتحت او اتجاهها بيكون لتحت، وبتكون زي ما اتفقنا متصلة بالنيورال رينج، والنيورال رينج اللي متصلة بالسنترم. اما دول بقى اسمهم ايه؟ ترانسفيرس بروسيسز، نتوءات مستعرضة، تمام؟ ترانسفيرس بروسيسز. وكمان عايزة اوريك ان طبعا مش بتشوف هنا الانتيريور articulating processes، مش هتشوفهم لان دول من خلالهم الفقرة بتتمفصل مع الفقرة اللي فوق، ومش هينفع تشوف كمان البوستيريور articulating processes علشان اللي بتشيلها مين؟ النيورال سباين، لان دول من خلالهم هتتمفصل الفقرة مع اللي تحت، الفقرة التانية اللي تحتها. هنا برضو شكل تاني بوريك نيورال سباين، الترانسفيرس بروسيسز، نتوءات المستعرضة ترانسفيرس بروسيسز، عليها التو انتيريور articulating بروسيسز اهم، واضحين خالص علشان دي الفقرة دي تتمفصل على اللي فوق. اما البوستيريور articulating بروسيس صعب ان انت تشوفها، مش بتبان كده، نعملها كده نقطتين او دايرتين صغيرين بتشيلهم النيورال سباين علشان تتمفصل الفقرة دي مع الفقرة اللي تحتها. Number of processes، البروزات العظمية اللي بتخرج من الفيرتيبرا من الفقرة، عددهم كام؟ عددهم 7. طب تعالى نحددهم مع بعض. أنا عندي two transverse processes، يعني نتوئين عظميين بيخرجوا بالعرض كده أو بيمتدوا بالعرض، عددهم 2. وعندي two articulating processes بيشيلهم ال transverse processes دول عشان الفقرة دي تتمفصل مع اللي فوقيها، يبقى كده عندي 2 كمان. وعندي posterior two posterior articulating processes، مش بنشوفهم، مش بتعرف تشوفهم من الشكل ده، بيبقوا موجودين لتحت posterior، بتشيلهم النيورال سباين، وعددهم 2 posterior articulating processes عشان نفس الفقرة دي تتمفصل مع اللي تحت. وما ننساش النيورال سباين هي كمان process او نتوء، كلمة process هنا هتكون بمعنى نتوء عظمي. النيورال سباين الشوكة العظمية برضو هنقول عليها process، ف 1. يبقى انا كده عندي كام processes؟ 7. طيب ما بيقوليش processes، خد بالك بقى من السؤال، كام paired processes الأزواج؟ لا، هنا هتقول ايه؟ 3 pairs، اللي هما ال 2 transverse processes وال anterior articulating processes وال posterior articulating processes. لما يقولك كام pairs هتقول 3 pairs، يعني ال posterior في منه 2، ال anterior في منه 2، وال transverse processes 2، يبقى 3 pairs. أما neural spine مش هاخدها. طيب هسمي الفيرتيبرا دي X، وهسمي اللي تحتيها Y، وهسألك X articulates بتتمفصل مع Y ازاي؟ هتقولي بتتمفصل by posterior articulating processes. نقطة مهمة قوي برضو هنركز فيها، أفكار للأسئلة.
بيسألك هنا هو الترانك، يقصد ايه بمنطقة الترانك؟ او الترانك دي المنطقة في جسم الانسان، او المنطقة اللي ميديتس بتتوسط الهيومن بودي، وبتتكون من 3 مناطق: الثراتيك، ثراسيك ابدومن، والبلفس. 3 مناطق دول بنقول عليهم مع بعض كلهم كده ترانك. طيب انا هسألك كم articulating vertebrae، عدد الفقرات المتمفصلة؟ يبقى هتقول لي الثراتيك عندنا 12 واللمبر عندنا 5، فهتقول 12 plus 5 يعني 17 articulating process. انا اسفه، 17 articulating vertebrae، ما تقولش اكتر من كده، لان اللي في منطقه البلفس دولت فيوزد. هو بيسالني بيقول لي ايه؟ لو سالك عن الارتيكولاتنج vertebrae في منطقه الترنك، فهتحسب الفقرات المتمفصله اللي في الثراسيك 12 وفي اللمبر 5 بس، هم دول، مالكش دعوه في اللي في البلفس لانهم بيكونوا فيوزد. وهنا بيسألك عن الفيرتيبرا، الفقرة اللي بايسكت النك، في منتصف النك، هتكون رقم كام؟ الفورث فيرتيبرا. ازاي؟ انا في النك عندي الفقرات او الفيرتيبرا السيرفيكال، عددهم 7 وترتيبهم من 1 to 7. فالفقرة نمبر 4 الرابعة السيرفيكال فيرتيبرا العنقية، قبلها بيكون 3 وبعدها بيكون 3. يبقى اللي في منتصف النك او في منتصف السيرفيكال فيرتيبرا هي الفورث سيرفيكال فيرتيبرا، الفقرة العنقية رقم 4 هي البي سكت، بتكون في منتصف او بتقطع النك، قبلها 3 وبعدها 3. vertebrae اللي بيسكت vertebrae column، نفس الكلام، اللي بتكون في نص vertebrae column. vertebrae column بيتكون من كام فقرة؟ 33. يبقى اللي في النص بالضبط هي ال 17، بيبقى قبليها 16 وبعديها 16، يبقى النمبر 17 هي اللي بتكون بيسكت بتقطع vertebrae column. طب مكانها فين بالضبط؟ مكانها في منطقة الثراثيك، لأن أنا عندي الثراثيك عددهم 12، ترتيبهم من نمبر 8 لنمبر 19، يبقى نمبر 17 بيقع في أي منطقة؟ في منطقة الثراثيك ريجون. يبقى الفقرة اللي بتقطع أو بتكون في نص الفيرتيبرال كولومن هي رقم كام؟ 17، نمبر 17 في أي ريجون؟ في الثراثيك، لأن الثراثيك عندي بيبتدي من 8 وبينتهي في 19. خد بالك من أفكار الأسئلة كويس. هنا بقى هنستنتج مع بعض من الشرح function of vertebral column. number one، طبعا المين support للhuman body، لجسم الإنسان، protection of spinal cord، بيحمي spinal cord من خلال neural canal. عندي neural rings في كل vertebra، في كل فقرة بيكونوا neural canal بيدخل أو بيمتد فيها أو بيعدي منها spinal cord. helps in movement of head upper body parts، بيساعد في حركة الجزء العلوي من الجسم، النك والجزء العلوي، وده ليه؟ من خلال طبعا الفقرات الارتيكوليتنج فيرتيبرا، الفقرات المتمفصلة. طبعا انت السيرفيكال فيرتيبري ارتيكوليتنج والثراسيك وكمان اللمبر، لو ما كانتش متمفصلة هيكون صعب حركة النك والجزء العلوي من الجسم. يبقى ليه ده؟ give reason، علشان منطقة النك والأبر بادي بارتس بيتكون من articulating vertebrae، فقرات متمفصلة، وتقدر تستفيد أو تتكلم كتير في الجزء ده. لسه بنكمل في الأكسيال سكيلتال سيستم، من اللي عليه الدور السكال. طيب سكال ليها اسم تاني كرينيوم، ما تنساش يجيلك في الأسئلة سكال أو كرينيوم. بتتكون من 2 main parts، يعني هندرس السكال ونقسمها لجزئين: anterior part، جزء أمامي. وفي الانتيريور بارت بنشوف الفيس بونز، عظام الوجه.
بنشوف تو جوز الفك العلوي والسفلي، وبنشوف a position of sense organs، أماكن ال sense organs اللي هي الـ eyes، الـ nose، الـ ears. sense organ بقى انت عارف هم الـ mouth. طيب أما الـ posterior part الجزء الخلفي بيتكون اصلا من 8 bones attached at serrated tips. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هعد البونز دي اللي موجوده بالوان مختلفه، دي بونز. البونز دي الاطراف بتاعتها التيبس بتاعتها serrated. يعني ايه؟ يعني مسننه، علشان كده بالشكل اللي انا مرهولك ده، علشان تتعشق مع بعضها وتكون في الاخر cavity اللي جواه بيكون مين طبعا، اللي طبعا انكلوزد بتقفل على البرين. ومش عايزة طبعا اقول لك ان وظيفة السكول هي برين بروتكشن، حماية المخ. الايت بونز دولت بينهم جوينت مفاصل، المفاصل دي بتكون ليفية فايبرس تيشوز، هناخدها لسه في واحنا بنتكلم عن الجوينت. يعني بتكون طرية عند الولادة او بعد ما البيبي مثلا يكون عنده ايه، يعني لسه البيبي مولود، الاماكن اتصال البونز دي اللي بنسميها فايبرس جوينت بتكون طرية جدا او ليفية. مع تقدم العمر بقى المفاصل دي بتتحول لبون عظام، او بتبقى يحصلها سوليديفايد بقى، بتبقى سوليد، وبالتالي السكال كلها بتكون عظمة واحدة او كافيتي جواها بيبقى موجود البرين. بس هي تحديدا بتتكون من كام بونز؟ 8 بونز متصلين مع بعض او اتاتشد عند السيريتد تيبس، الاطراف المسننة اللي بتتعشق مع بعض وبتكون كافيتي يباد او يدخل جواه البرين. ازاي بيحصل كونكشن اتصال بين البرين والسباينال كورد؟ البرين اللي موجود في السكال، سباينال كورد اللي اكستنس بيمتد في الفرتيبرا كولوم، ازاي بيحصل اتصال بين الاثنين؟ هنبص في السكال هتلاقي فيها ثقب اسمه فورامن ماجنم، فورامن ماجنم الثقب الكبير. من خلال الثقب ده بيحصل امتداد او اتصال بين البرين والسباينال كورد. الثقب ده مش بشوفه كده في اي فيو، او بشوفه ازاي بالظبط؟ في البوستيريور بارت، البوستيريور بارت من السكال at the base. يبقى مكانه فين؟ فورامن ماجنم الثقب ده اللي من خلاله بيحصل اتصال برين والسباينال كورد، في البوستيريور بارت at the base السكال. فاضل لنا مين؟ فاضل الثوراسيك كيج القفص الصدري. شبه ايه يا ترى؟ شبه الكونيكال شيبد. كونيكال دي أداة بنستخدمها عندنا في كنا بنستخدمها في المعامل، ده اسمه كونيكال. وفعلا الثوراسيك كيج فيه شبه من الكونيكال، يعني عندك الريبس كده كيرفد واتاتشد انتيريورلي متصله بالامام بعظمه الستيرنم. سترنم، خد بالك من الاسم ده، الفرق بقى بين الاسترنم وعظمة السنترم، والسنترم اللي كان جسم الفقرة في الفرتيبراي. ساعتي يجي لك كلمتين دول ولك الفرق بين الاثنين، هتقول دي فين ودي فين. والربس برضو attached posteriorly متصلة من الخلف بمين؟ بالثوراسيك vertebrae الفقرات الصدرية. فمديك فعلا شكل الكيج او القفص، ريبس دلوع من ورا متصله من ورا بالفقرات الصدريه ثوراسيك فيرتيبراي، ومن الامام بعظمه الاسترنم، فكيج قفص كده مقفول. ثوراسيك كيج زي ما قلنا بيتكون من 12 pairs of ribs. هنتكلم بقى بالبير، يعني تقولي 24 ribs، لا خلينا نتكلم هنا بالبيرز، 12 pairs of ribs. Thoracic cage consists of بيتكون من 12 pairs of ribs. حلو كده؟ طيب بنشوف بقى هنا أول first 10 pairs، أول 10 connected متصلين بالthoracic vertebrae في الفقرات الصدرية وبعظمة
sternum، عظمة الاسترنم دي. طيب وآخر two pairs مالهم؟ connected متصلين بس بالthoracic vertebrae، فقرات الصدرية عادي زي اللي قبلهم، لكن مش متصلين بعظمة الاسترنم. تعال نحددهم اهو، ده آخر pair وده اللي قبلي، يبقى آخر two pairs، فبسميهم floating ribs، الضلوع العائمة floating ribs. function of thoracic cage، القفص الصدري لوحدنا عارفينها من زمان قوي، وهي protection الهارت و two lungs، جوه بيكون موجود الهارت والtwo lungs. كمان في respiration process، عملية respiration التنفس، ازاي يعني دوره في التنفس؟ ribs او الضلوع في حالة الانسبريشن، يعني ايه انسبريشن؟ يعني الشهيق، دخول الهواء، الهواء لما بيدخل محتاجين ان احنا نوسع مساعة الصدر. الريبس او الضلوع دي بتتحرك anteriorly للامام، laterally للجنب، فبيزيد مساحة الشست كافيتي عشان يدخل اكبر كمية من الاكسجين، من الغاز. طيب في حالة الاكسبريشن، الزفير بقى اللي بيحصل، بيحصل ان opposite to what was done في حالة الـ inspiration، بيعمل بقى ريبس بتعمل عكس الحركة بتاعة اللي عملتها في الـ inspiration. اكتب كده opposite to what was done في حالة الـ inspiration، يعني الريبس بتتحرك بشكل انها تضيق الـ chest cavity علشان تخرج الكربون دايوكسيد بالووتر فيبر. دي الحركة، عكس الحركة دي بتحصل ايه؟ expiration. يبقى في الـ inspiration بتوسع chest cavity، في الـ expiration بتحرك الضلوع عشان تضيق الـ chest cavity وتخرج الكربون دايوكسيد بالووتر فيبر. inspiration الشهيق، expiration الزفير، الريبس بتتحرك على حركتين عكس بعض. بالنسبة لاتصال الريبس بالسترنوم وثراكيك فيرتيبري، بنلاحظ حاجة مهمة مع بعض. ريبس نمبر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، من 1 ل 7 بقول عليهم ترو ريبس، لأنهم حقيقي متصلين بشكل مباشر بثراكيك فيرتيبري، بالفقرات الصدرية من الخلف، والسترنوم عظمة السترنوم anteriorly من الأمام، فبقول عليهم true ribs. أما ribs 8, 9, 10 بقول عليهم false، ودي ribs من 8, 9, 10 ribs، وده لانه اتصالهم بعظمة السترنوم بيكون indirectly بشكل غير مباشر زي ما انت شايف، يعني متصلين بشكل غير مباشر، فبقول عليهم false ribs. اما طبعا ribs number 11 and 12 زي ما قلنا connected with thoracic vertebrae only، متصلين بس بالفقرات الصدرية ومش متصلين بالسترنوم زي ما قلنا، فبقول عليهم floating. تعالوا بقى مع بعض نعد عدد البونز اللي بيتكون منها الثراسيك كيج. الثراسيك كيج بيتكون من ايه؟ انا بقول لك 37 بونز. انا عدهم مع بعض زي ما اتفقنا، عندنا 12 pairs من الريبس، 12 زوج من الضلع، هنسميهم بقى او هنخليهم 24، معلش 24 ريبس، وكل ريب ضلع هعتبره 1 بون، يعني عندي 24 bones أو 24 ribs اللي هما 12 ribs، مع عظمة السترنم اللي بيتصل بيها أول 10 pairs من الribs أو أول 20 ribs، عظمة واحدة بس. طيب ما تنساش إن 12 pairs أو 24 ribs الضلوع كلها متصلة بثراسيك vertebrae، الفقرات الصدرية، وعددهم كام؟ عددهم 12 vertebrae، 12 فقرة صدرية، هنعتبر كل vertebra فقرة فيهم بون واحدة، يبقى أنا عندي 12 vertebrae أو 12 bones، عددهم كلهم هنحسبهم نلاقيهم 37 bones.
نوت كمان مهمة أخيرة، معلش تساعدنا جدا في الأسئلة. Number of bones that attach to sternum. تعال نبص مع بعض، دي عظمة الستيرنم. عدد البونز المتصلة بيها، احنا اتفقنا ان اول 10 pairs of ribs، اول 10 ازواج من الضلوع متصلين بيها. مش هينفع كده وانا بحسب عدد العظام عدد البونز اقول pairs، لا هنا بقى هقول ايه، هقول هحسب عدد الريبس او عدد البونز كل بون مستقل، يعني انا مش هقول pairs، فهقول 20 ribs، اول 20 ribs متصلين بيها، اللي هم ايه 20 ribs، اللي هم اول 10 pairs من الضلوع، هقول 20 ribs، انا هحسب خلاص مش هينفع اقول pairs كده وانا بحسب عدد العظام 20. وعندي 2 bones، عظمتين، عظمتين الترقوة او الكلافيكل، جايين منين؟ من البكتيرال جيردل، الحزام الصدري. العظمتين دول زي ما انت شايف متصلين بعظمة الاسترنم، ما تنساهمش. يبقى عدد البونز اللي متصلة بعظمة الاسترنم دي كام بون؟ 20 ريبس، 20 ضلع، ما ينفعش اقول ازواج، و2 كلافيكل، يعني العدد الكلي 22 بون. دي نوت مهمة هتساعدنا جدا لو احنا بنحل الاسئلة نحاول نفهمها. بيقول الـ number of thoracic vertebrae، عدد او ارقام، ارقام الفقرات الصدرية، بيكون number of ribs plus 7. طب معناها ايه؟ تعالوا نفهم مع بعض. لما اسألك الـ thoracic vertebra، الفقرة الصدرية number 5، ممكن تقولي رقمها كام في الفرتيبرال كولوم؟ لازم تعمل plus، يعني هتقول هي رقمها 5، لازم اعمل الـ 5 دي واحط فوقيها الـ 7 cervical vertebra، الـ 7 cervical vertebrae، وبالتالي هيكون رقمها 12. يبقى الـ thoracic vertebra number 5 هي رقمها ال 12 في الفرتيبرال كولوم. طيب ما الثراسيك فيرتيبرا، الفقره الصدريه نمبر 5، متصله بالريب نمبر 5، فانا ممكن اقول لك عايز رقم الثراسيك فيرتيبرا هي نمبر اوف ريب بلس 7، هيديني برضو 12. يعني 5 دي ممكن تكون بدل ما اقول هي الثراسيك فيرتيبرا نمبر 5، هي متصله بالريب نمبر 5، فممكن هشيل رقم الثراسيك فيرتيبرا واحط بدلها رقم الريب، لان هيكون هو هو الثراسيك فيرتيبرا نمبر 3 متصله بالريب نمبر 3، والثراسيك فيرتيبرا نمبر 6 متصله بالريب نمبر 6، وبالتالي ممكن انا استغنى عن رقم الفيرتيبرا واحط بدلها رقم الريب. ولو عملت بلس 7 هيديني رقم الفيرتيبرا اللي متصله بالريب، ده رقمها في الفيرتيبرال كولوم من اول عمود الفقري. هنا هنتكلم عن الابنديكولار سكيلتون. الابنديكولار سكيلتون الهيكل الطرفي اللي بيخرج او بيكون متصل بالاكسيل. طيب احنا عندنا 2 upper limbs، طرفين علويين، وبالتالي لازم يكون عندنا 2 pectoral girdles، يعني حزامين كتفيين كل واحد بيوصل طرف علوي بالاكسيل سكيلتون، الهيكل المحوري، يعني عندنا 2 pectoral girdles وبيكونوا زي بعض، بنقول 2 identical halves، يعني متماثلين، واحد pectoral girdle في زيه بالظبط الناحية التانية. طب each one، كل بقى pectoral girdle بيتكون من ايه؟ بيتكون من 2 bones، عظمتين، scapula و clavicle. تشوفهم هنا على الرسمة، دي الكلافيكل، عظمة الترقوة اللي بتبقى دي بنحس بيها او بنشوفها بارزة عندنا، والسكابولا اللي هي العظمة المثلثة دي. يعني نتكلم عن كل، طيب انا هتكلم عن كل بون لوحدة، يعني مثلا كلافيكل، صحح دي في المذكرة بدل السي دي خليها في، كلافيكل بون او عظمة الترقوة، هنحددها مع بعض. كل دي الكلافيكل بون، متصلة anteriorly من الامام بعظمة مين؟ عظمة ال sternum. sternum، وما تنساش لما قلت لك عظمة ال sternum بون متصل بيها كام بون، عدينا ribs الضلوع وعدينا كمان ال two clavicle bones، يبقى ال clavicle متصلة anteriorly بعظمة ال sternum،
واللاترالي من الجنب متصلة بمين؟ متصلة بالسكابولا العظمة التانية. ما قلنا البيكتورال جيردل بيتكون من تو كلافيكل، اتنين بس او تو بونز، مفيش اتنين بس مفيش غيرهم، الكلافيكل والسكابولا. يبقى كده احنا اتكلمنا عن الكلافيكل. طيب اما البون التانية قلنا اسمها سكابولا، ودي بتاخد شكل الترينجل شيب. طب تعالى كده نحددها مع بعض، تعالى احددها معاك بعدين نوصف. دي اسمها السكابولا او الانر اند، لما كده اللي هو النهاية الداخلية بقول عليها برود متسعة كده وفلات، والاوتر اند اللي هي من الخارج شكلها بقى السكابولا، ده السكابولا دي من الخارج pointed مسننة، بتكون كده كافيتي. شوف اللي حددته ده، انا بقول كده النهاية الخارجية بتكون pointed فبتكون كافيتي علشان تبات في مين؟ head of humerus. العظمة دي اسمها humerus، هناخدها دلوقتي. راسها بتبات فين؟ في السكابولا بون، علشان السكابولا بون النهاية بتاعتها بتكون pointed يعني فيها تجويف، اسمه الجلينايد كافيتي، اسمه الجلينايد كافيتي. وهنا بيتكون مفصل ايه؟ الشولدر جوينت، مفصل الكتف اللي بيكون بين مين؟ عظمة الهيومرس، الهيد اوف هيومرس، الراس بتاعة الهيومرس بتبات او بتتمفصل جوه الكافيتي او الاوتر اند، النهاية الخارجية بتاعة السكابولا بون. طيب بنقول لسه ما خلصناش، انا فهمتك اي بروز بيخرج كده من اي بون بنسميه ايه؟ بنسميه بروسس، بنسميه بروسس. السكابولا عندها بروسس يعني بروز كده، من خلاله بيحصل اتصال بينها وبين بين الكلافيكل بون. يبقى السكابولا عندها بروسس بروز كده، من خلاله بتتصل بالكلافيكل بون. لما اسالك نوت كده، في نوت كده هقول لك الـ number of pectoral girdle، عندنا two pectoral girdles. طب number of bones of pectoral girdle بنقول four bones، يبقى احنا كده عندنا two pectoral girdles وعندنا two scapula two clavicle. بنكمل الappendicular skeleton. خلصت الـ pectoral girdle اكيد هتكلم معاك عن الـ upper limbs، الاطراف الامامية، ثلاث أجزاء رئيسية upper arm forearm والhand bones. أول part أو أول جزء عندنا في الـ upper limb هو الـ upper arm، والـ upper arm بيتكون من one bone، عظمة واحدة بس اسمها الـ humerus bone. تعالوا نحددها مع بعض، هي دي الـ humerus، احنا كنا لسه متكلمين عنها فوق، وقلنا الهيد بتاعة الهيومرس بتبات فين؟ في الجلينايد كافيتي اللي موجود في السكابولا عشان يكون الشولدر جوينت. طيب واللور اند النهاية بتاعتها اللي تحت دي شكلها عامل ازاي؟ تعالوا نشوف شكلها عامل كده، هي دي عظمة الهيومرس بس في اللور اند، الاند او النهاية اللي تحت، الجزء اللي تحت. بسمي البروز ده، الشكل ده للبون بسميه projection يعني بروز كده. خد بالك ده بقول عليه projection، الجزء الصغير اللي كان طالع من السكابولا كنت بقول عليه ايه؟ process. تمام، يبقى ده اسمه projection. شايف بقى العظمتين اللي تحت عاملين ازاي؟ واخدين شكل الكيرف كده، فبقول عليهم depression، بقول على الشكل ده depression، هو انخفاض في العظمة. يبقى هنا projection bruise، هنا depression، في العظمتين دول انخفاض، فالعظام هنا تبات مع بعض وتكون الالبو joint. يبقى فهمت بقى الجوينت او المفصل بيتكون ازاي؟ بيتكون البون اللي فوق بيخرج منها projection، والبون التانية المتصلة بيها depression، فيباتوا مع بعض، وطبعا بيكون في ligaments أربطة بتربط البونز دي مع بعض. فهمنا بقى
ما تنساش يبقى عرفت الهيومرس من فوق عاملة ازاي ومتصلة بمين، ومن تحت عاملة ازاي ومتصلة بمين، وبتكون فوق ايه، بتكون من فوق مع عظمة الاسكابولا بتكون الشولدر جوينت، وتحت بتكون الالبو جوينت. ده بس بون واحدة اسمها الهيومرس اللي منها بيتكون الابر ارم. البارت التاني عندنا في الابر لمب اسمه ايه، فور ارمز. فور ارمز بيتكونوا من تو بونز، العظمتين اللي تحت اللي قلت لك مالكش دعوه بيهم اللي كانوا متصلين بعظمه الهيومرس من تحت اسمهم النا وريديوس. تعال نبص عليهم هنا اهمت. النا هي العظمه الثابته، وريديوس عظمه متحركه بتلف، can rotate around ulna in semicircular motion، هي اللي بتلف حوالين الألنا نص دايرة. يبقى العظمة الثابتة عندي هي الألنا، والمتحركة هي الريديوس، بتقدر تلف نص دايرة حوالين الألنا الثابتة، عشان كده بسميها ريديوس، وبتكون على استقامة واحدة مع مين، مع الثمب أو الإبهام. في الحجم بقى الريديوس بتكون أصغر من الألنا. طيب وصلنا فين؟ وصلنا في الهاند بونش، لسه في الأبر لمب، وده الجزء بتاع الهاند بونش. تعال نحدده، هي دي مجموعة البونش، العظام اللي موجودة في الهاند في الإيدين. تلات مناطق برضو، منطقة الريست حددها مع بعض، وعبارة عن 8 بونش كده منفصلين مترتبين in two rows. هنعدهم هنلاقيهم 8، ما عليك تعرف إلا إنهم 8 بونش، بنسميهم carpels، وموجودين أو بيكونوا منطقة الريست. هتلاحظ مترتبين في 2 rows في صفين، بس خد بالك من بوينت مهم قوي، إنهم متصلين بالradius مش الألنا، مش متصلين بالألنا خالص، متصلين بالريديوس. انت عرفت منين ان دي عظمة الريديوس وانا مش حاطة ليبل؟ اللي زي ما قلتلك بتكون على استقامة واحدة مع الثمب الابهام. والأبر بارت بقى انا قلنا خلاص، انا قلتلك الأبر بارت متصلة بمين، بالريديوس نوت ألنا. اما اللور بارت الجزء السفلي من الريست او مجموعة البونز اللي بنسميها كاربلز attached to hand palm، دي مجموعة البونس دي بنسميها هاند بالم، اللي هي العظام اللي موجودة في راحة الإيدين، ودول زي ما انت شايف thin و long bones. ليهم اسم تاني؟ ليهم اسم تاني metacarpals. انا سميت مجموعة البونس اللي موجودة في الريست carpals، وهسمي مجموعة البونس اللي موجودة في الهاند بالم metacarpals. يبقى carpals metacarpals carpels. خلاص نقول تاني سنة تالتة، wrist hand palm راحة الإيدين، carpels metacarpels. طيب كده قلناهم بوضوح. الجزء الثالث بقى والأخير، مجموعة البونز دي بنسميها الهاند digits اللي هما الفايف fingers، الخمس صوابع بتاعتنا. طيب each finger أو each digit بيتكون من ايه، سلميات بنسميها phalanges، تمام، 3 phalanges، ما عدا الثمب الابهام بيتكون من 2 بس. يبقى انا عندي في الاخر 5 digits، خمس صوابع او 5 fingers، each finger او digit consists of 3 phalanges except a thumb اللي بيتكون من 2 بس. كده قلنا كل البونز اللي موجودة في الهاند بونز. هنقول بوينتس كده بتساعدنا في الحل. Total number of one upper limb is 30 bones، يعني كل upper limb من دول عددهم، عدد البونز بتكون 30. واحدة humerus، واثنين forearm، يعني في الforearm ده في عندنا radius اللي بتلف والألنا، يبقى كده لغاية دلوقتي 3. هندخل بقى على الهاند بونز، البونز اللي موجودة في الهاند هما كتير بقى، في الريست عندنا 8، وفي الهاند بالم عندنا 5 اللي هي لونج وثين بون، طويلة كده ورفيعة وعددهم 5. الفالنجيز السلميات
عددهم 14. ليه؟ لأن احنا عندنا 5 digits أو 5 fingers، كل finger بيتكون من 3 فالنجيز except the thumb بيتكون من 2 بس، يبقى عدد الفالنجيز كلها السلميات 14، وبالتالي عدد البونز بقى كلهم كام؟ 30. الوضع التشريحي بقى anatomical position لعظمة الريديوس بتكون ازاي؟ بتكون outward at the same line of thumb، يعني بتكون للخارج دايما، الريديوس العظمة دي بتكون للخارج على استقامة واحدة للثمب بون، أو أنا أسفة الثمب الفينجر اللي اسمه الإبهام. أنا قلت لك أنا أعرف الريديوس منين، بتكون على استقامة واحدة من الإبهام. الريديوس بون زي ما قلنا تقدر تعمل روتيشن او تلف سيمي سيركلر موشن حوالين الالنا اللي هي بتكون فيكست ثابته، والاثنين مع بعض او بيقطعوا بعض بيكونوا اكس شيب. مين اللي عليه الدور في الابنديكولر؟ هو البلفيك جيردل، الحزام الحوضي اللي بيوصل مين بمين؟ اللور لمبس الاطراف السفليه بالاكسل سكيلتون الهيكل المحوري او الفيرتيبرا كولوم. زي ما انت شايف بيتكون من two identical halves، نصين متماثلين زي بعض بالظبط. each half كل نص consists of three bones، كل نص بيتكون من تلات عظمات. نحفظهم كويس: ilium, pubis, ischium. ilium, pubis, ischium. طب هما فين بالظبط على الرسم؟ ilium اللي باللون الأصفر، pubis اللي باللون الأخضر، ischium اللي بالأحمر. بس الـ 3 bones ملتحمين، يعني كأنهم 1 bone عظمة واحدة. والـ 2 halves النصين اللي قلت لك عليهم دول ملتحمين مع بعض عند منطقة مهمة اسمها، ركز كده معايا، اسمها pubic symphysis. pubic symphysis احفظها ازاي؟ عشان قلت لك البون دي اللي باللون الأخضر اسمها pubis، والبون التانية كمان اللي قصادها اسمها pubis، فالمنطقة دي بنسميها pubic symphysis، هي منطقة التحام ال two halves نصين اللي بيكونوا pelvic girdle. احنا لسه في pelvic girdle، حاجة أخيرة بقى بنلاحظ تجويف كده محترم، تجويف كده عميق. جوه التجويف ده بتبات فيه، تعال بص عليه من هنا اهو، ده تجويف عميق جواه head of femur، بتبات فيه عظمة الفخذ وبيتكون ال hip joint. التجويف ده اسمه ايه؟ acetabulum. acetabulum يبقى ده تجويف cavity عميق في ال pelvic girdle، جواه بنلاقي ال head of femur، عظمة الفيومر او الفخذ رايحين لها دلوقتي، وتكون ال hip joint او مفصل الفخذ. اخر حاجة عندنا في الابنديكولر skeleton lower limbs، الاطراف السفلية. each lower limb كل طرف سفلي بيتكون من ثلاث مناطق: الفيمر بون، شانك بونز، والفوت بونز. دي الفوت بونز العظام اللي موجودة في الرجلين، زي ما قلنا على الهاند بونز كده. تعالوا نتكلم عن الفيمر بون، لها اسم تاني خد بالك، الثاي بون. ممكن تقول الفيمر او ممكن تقول الثاي بون، لسه قايله لك فوق ارض بيحصل فيها تمفصل او الهيد اوف فيمر، بتبات فين؟ في تجويف الاسيتابيلم اللي فين؟ اللي في البلفيك جيردل، علشان تكون الهيب جوينت. الكلام ده من فوق. هوريك بقى الفيمر، عظمة الفيمر من تحت او اللور بارت، الجزء السفلي للفيمر بون. بنشوف ايه؟ بنشوف تو بيج بروسيسز. البروزات دي انا قلت لك البروزات العظمية دي بنسميها بروسيسز، هنا بيج كبار قوي، علشان ارتكيليت يتمفصلوا مع مين؟ مع الشانك بونز، نازلين لهم دلوقتي. يكونوا هنا بقى في المنطقة دي تتكون الني جوينت، مفصل الركبة. ما تنساش بقى فوق النيه جوينت بنشوف ايه؟ عظمه كده مدوره اسمها باتيلا، تمام؟ اسمها باتيلا، انا اسفه، باتيلا.
اوكي، يبقى انا وريتك الفيمر او الثاي بون من فوق ومن تحت شكلها عامل ازاي وبتتمفصل مع مين وبتكون فوق الهيب جوينت وتحت الني جوينت. اما الشانك بونز العظام اللي موجودة في الساق هم عبارة عن اتنين بس، بقول عليهم الشانك بونز، اللي من برا دي بسميها فيبولا واللي من جوه بسميها تيبيا. يبقى انا عندي inner الداخلية بتكون تيبيا والخارجية بتكون رفيع اللي من برا دي فيبولا. تعالوا بقى ننزل على الفوت بونز، بننزل بقى على مجموعة البونز اللي موجودة في الفوت الرجلين فبنسميها الفوت بونز. ثلاث مناطق ankle foot bones والتوز الصوابع. طيب الانكل ده بيفكرك بمنطقة ايه؟ منطقة الريست فوق في الابر لامب. بس هنا الانكل بيتكون من ايه؟ 7 بس و 7 بونز، والبونز الريجولر شكلها مش منتظم، ليها اسم تاني تارسلز. يبقى انا فوق الابر لامب كانت منطقة الريست بتتكون من 8 بونز وكان اسمها كاربلز، هنا الانكل اسمها البونز اسمها تارسلز، واكبر بون فيهم موجودة at the back هي الهيل بون او عظمة الكعب. هنزل تحت اشوف المنطقة التانية الفوت بون. الفوت بون بتفكرني بايه؟ بتفكرني بالهاند بوم، برضو consists of 5 بونز خمس عظام بنسميها ميتا تارسلز، بتفكرني بالميتا كاربلز اللي فوق which are long بتكون long و thin وبتنتهي كل بون فيهم بتنتهي او متصلة ب 1 2 بصباع واحد للقدم. اخر منطقة في الفوت بونز بقى منطقة الفينجرز او الاصابع اللي بنسميها الفوت توز. طبعا عندنا 5 توز و each one بيتكون كل تو فيهم تو بيتكون من 3 phalanges 3 سلميات except البيك تو. البيك تو ده بس بيتكون من 2 phalanges only. يبقى عدد الفالنجيز السلميات كلهم كام؟ 14 زي الأبر لامب بالظبط. أخيرا بقى نحسب مع بعض number of bones عدد العظام in each lower limb في كل طرف سفلي في كام بون. هنعد مع بعض. انا قلت لك في عندنا هنا one femur او thigh bone عظمة الفخذ، ما ننساش الباتيلا عندنا one bone، عندنا two bones بقى في الشانك bones هنا اتنين، طبعا الاوتر الفيبولا والانر التيبيا، يبقى كده 2 بونز. اما مجموعة البونز اللي موجودة في الفوت عندنا 7 تارسلز، عندنا 5 ميتا تارسلز حددهم مع بعض، وعندنا نحسب الفالنجيز السلميات قلنا عندنا 14 فالنجيز. ليه؟ لان عندنا 5 توز و each toe بيتكون من 3 phalanges except ما عدا البيك تو بيتكون من 2 بس، يعني عدد التوتال للفالنجيز هيكون او السلميات 14. هنحسب الارقام دي هيكون 30 بون. هنا هقول نوت مهمة وهي least affecting bone، يعني البون اللي بتكون اقل تأثر في الموفمنت في الحركة مش عليها حمل كبير في اللور لامب هي الفيبولا اللي بتكون لبرة دي الصغيرة او الرفيعة اللي بتكون لبرة مش بيكون عليها حمل كبير اثناء الحركة. وعدد البونز اللي بيكونوا اني جوينت هما 3 بس، خد بالك الفيمر التيبيا دي التيبيا والباتيلا rounded bone. يبقى انا عندي 3 bones، الفيبولا مش معانا. هنحدد مع بعض number of cavities اللي موجودة في السكيلتون. اتفقنا عندنا cavity تجويف عميق بتبات في الهيد اوف فيمر بنسميه acetabulum، وطبعا عندنا منه 2، وعندنا كمان cavity
كبير كده واضح اسمه glenoid cavity، بتبات فيه ال head of humerus ويتكون ال shoulder joint، وطبعا عندنا منه اتنين. وبالنسبة للألنا شايف عاملة ازاي؟ انا قلت على ده depression يعني انخفاض، بس هو كمان cavity مش عميق زي الاتنين اللي فاتوا، لكن هحسبه من ضمن الكافيتس اللي موجودة في الامنتيكولار سكيلتون، وطبعا هيكون في الألنا في 2 2. يبقى انا عدد الكافيتس كلها في الامنتيكولار سكيلتون 6 كافيتس. كده احنا خلصنا كل البونز اللي موجودة في السكيلتون. اخيرا هقول حاجة صغيرة، لسه في small bones attached to skull هحسبها مع السكيلتون، هقول لكم عليها دلوقتي. auditory ossicles، auditory ossicles very small bones are found in middle ear، عظام صغيرة جدا موجودة middle ear او الاذن الوسطى. Milius, inks, stapes. Their function transmit sound from ear to cochlea. بينقلوا صوت من الهواء لقوقعة الأذن. Very small bones. عظام صغيرة جدا. Attached to skull. متصلة بالسكال. ما ننساش. حددهم مع بعض. Milius. Inks. And stapes. They are called auditory ossicles. Hyoid bone. Hyoid bone. Very small bone attached to skull. Bone صغيرة جدا متصلة بالسكال. Found at the top of larynx. حددها مع بعض. Its function site of attachment many muscles in neck. ممكن تكون مكان لاتصال muscles كتير في منطقة النك. Transmit force of muscles that help to open the jaws. ممكن يكون لها دور مهم in opening and closing jaws. الفكين العلوي والسفلي. And protection esophagus.